في تطور سريع لصراع وتخبط مراكز القوة بطرابلس المندلعة منذ فترة، قرر محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال بقرار من مجلس النواب الصديق الكبير التحالف مع وزير داخلية تسخيرات الموقوف فتحي باشاغا والاصطفاف معه في ضربة جديدة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، خاصة بعد الصراعات الأخيرة مع تلك القوى المتحالفة على تولي زمام التحكم بالسلطة المتآكلة شرعيتها. ولتأكيد هذا التحالف، أبرم الكبير مؤخرا اتفاقية غامضة مع البنك المركزي التركي تحت مزاعم تأسيس الأرضية اللازمة للتعاون بينهما في القضايا التي تهم البنوك المركزية، وذلك عقب أيام قليلة من الزيارة التي قام بها باشاغا ورئيس مجلس الدولة خالد المشري المحسوبان على تنظيم الإخوان المسلمين إلى تركيا، في وقت تصاعدت فيه حدة الأزمة بين باشاغا والسراج. وبالخصوص يرى مراقبون أن هذه الاتفاقية تعد جزءا من فاتورة دعم تركيا لباشاغا الذي يسعى منذ أيام لتولي السلطة بدلا من السراج، ليزيد من تفاقم ملفات الفساد بالمنطقة الغربية عبر الاستثمار في الغضب الشعبي المتراكم على تلك الحكومة جراء تدني مستوى الخدمات وتدهور الوضع المعيشي الذي دفع مئات الشباب الأسبوع الماضي إلى الخروج في مظاهرات تطالب بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع. والدليل على تحالف الكبير مع الوزير الموقوف أن هذه الاتفاقية لم تحصل على موافقة السراج للتوقيع عليها في ظل التوتر المستمر بينهما منذ أشهر، وهو ما يطعن في قانونية الخطوة ويعد ضربة جديدة للسراج من منافسيه على السلطة.